الحمد لله على ما أنعم، الشكر له على ما ألهم، صلى الله على محمد وسلم. نكمل بإذن الله تعالى التعليقات على الكلمات القرآنية نطقا ورسما. الآن وصلنا إلى سورة المائدة، قول الله تعالى في الآية الثالثة: ولا آمين البيت الحرام. هنا يا شباب، ولا آمين، لاحظ بعد الألف ميم مشددة، ميم مشددة. وهناك فرق بين آمين وبين آمين التي نقولها في الصلاة. آمين التي نقولها في الصلاة مد بدل، يجوز حركتان أو أربع أو ست. آمين آمين آمين، وليس شرطا لأنك تقرأ لحفص أن تأتي في هذه الكلمة وتقرأ فقط بالبدل اثنين، فقد تسامح العلماء في هذا اللفظ، فليس هناك مانع إن كنت تقرأ لحفص ثم بعد ذلك تمدها ماذا؟ أربع أو ست حركات، لا بأس، تقول آمين أو آمين لا بأس. لكن هنا آمين هذه مختلفة، هنا الميم مشددة، أما آمين الميم ليست مشددة. فهنا اجتمع نوعان من المد، من نظر إلى الألف وقبلها الهمزة سيقول مد بدل، ومن نظر إلى الألف وبعدها مشدد سيقول مد لازم. هنا ماذا نفعل؟ هل هي مد بدل أم هي مد لازم؟ ننظر إلى قاعدة المدود. نحن عندنا أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل. إذن المد البدل أضعف أنواع المدود، أضعف أنواع المدود البدل، واللازم أقواها. فهنا اجتمع المد اللازم لأن الألف بعدها شدة، واجتمع المد البدل لأن الألف قبلها همزة. إذن نقول هذا مد لازم، خلاص يا شباب؟ فلا ينبغي لك أن تمدها أقل من ست حركات. هذا مد لازم كلمي مثقل، كلمي لأنه في كلمة آمين، مثقل لأن بعد حرف المد شدة، خلاص يا شباب؟ مشدد. إذن طيب، ما الفرق في المعنى؟ هنا آمين بمعنى قاصدين أو متوجهين، أما لفظ آمين التي نقولها في الصلاة بعد الفاتحة فمعناها اللهم استجب، اللهم استجب. خلاص شباب، ننتقل إلى الآية الثالثة: السبع وما أكل السبع، ضم الباء جيدا، لأن البعض يقول وما أكل السبع فيسكن الباء أو يختلس حركة الضمة، لا، ضم الباء جيدا. السبع وما أكل السبع إلا، ضم الباء والعين جيدا. هنا كلمة وخشون، لاحظ أنها هنا من غير ياء، ولم ترد في القرآن الكريم بالياء إلا في الموضع الأول الذي في القرآن الكريم، هو الذي جاء في سورة البقرة. فأنت إذا وقفت هنا تقول ماذا؟ واخشون، وفي سورة البقرة واخشوني، وهي ياء إضافة حذفت هنا تخفيفا. ومن أراد المزيد فليرجع إلى آية 150 والآية في سورة البقرة والآية 40، فقد تعرضنا لذلك بالتفصيل في الشرح من قبل. الآن ننتقل إلى كلمة فمن اضطر. هنا يا شباب في حالة الوصل فمني سنكسر النون، صحيح؟ فمن اضطر لا تقف فترة زمنية طويلة على هذا الحرف على الطاء، لا تقول فمن اضطر فمن اضطر، خلاص يا شباب لا تسكت سكتة طويلة. إذا بدأت بهذه الكلمة ستقول اضطر، لكن الأولى أن تأتي بما قبلها فمن اضطر، خلاص يا شباب. لماذا حالة البدء تضم همزة الوصل؟
لأن الثالث وهو الطاء مضموم، لأن الثالث وهو الطاء ماذا؟ مضموم، ضمة أصلية. إذا لم تكن هذه الضمة أصلية فحينئذ نكسر الأول. خلاص؟ مثل يقضي، يقضي، نعم. القول وأرجلكم هذه لها دخل بالإعراب فلا نلتفت إليها الآن، يعني لا يعنيناها. قوله في الآية 6 أو لامستم النساء، لاحظ الكلمة مرسومة هكذا، لماذا لم توجد في المصاحف القديمة الألف الخنجرية؟ لماذا لم توجد الألف الخنجرية؟ لماذا رسمت الكلمة من غير ألف؟ رسمت الكلمة من غير ألف لتوافق القراءتين، لأن هناك قراءة أو لمستم بحذف الألف، فرسمت من غير ألف، ثم في القراءة التي بالألف توضع الألف الخنجرية هذه التي تشبه الخنجر. خلاص شباب؟ وتعرضنا لهذه الآية في سورة النساء في الآية 43. الآية 7 والآية 11، انظر، في آية جاءت نعمة والآية 11 جاءت نعمة، ما الفرق بين هذه وتلك؟ نحن ما زلنا في سورة المائدة، ما الفرق بين هذه وتلك؟ العرب يا شباب يتعاملون في لغاتهم المختلفة مع الكلمة التي بها تاء ويقفون عليها بها، خلاص؟ التاء التي تسمى التاء المجرورة، هذه تسمى تاء مجرورة. لماذا مجرورة؟ لأنها جرة قلم، هكذا تفعل، هكذا، انظر، هذه تسمى جرة قلم هكذا، وأما هذه فتسمى تاء التأنيث المربوطة، خلاص، أو تسمى هاء التأنيث، نعمة. ما الفرق بينهما؟ لماذا كتبت هذه بهذه ولماذا كتبت هذه؟ قلنا إن قبائل العرب تنوعت في التعامل مع مثل هذه الكلمة، فقبيلة تقرأها نعمة، قرية تقرأها نعمة، ورسمت الكلمة أيضا على الأصل أو على الأصل والوصل. الأصل أنك لو وقفت عليها ستكتب هاء في الوقف، نعمة. طيب فمن كتبها نعمة؟ إن هذه في المصحف، ونعمة التي مذكورة في باب هاء التأنيث للإمام ابن الجزري، ورحمة الزخرف بالتازبرة لعراف روم كاف البقرة، نعمتها ثلاث النحل نبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم. هذه الموضع الثاني في سورة العقود التي بها هم، إذ هم قوم عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور عمران، خلاص لعنت بها بشيء آخر. فهذه الأبيات تتكلم عن كلمة نعمة في القرآن التي رسمت هكذا، فالأصل أن الأصل في المصحف أن ترسم هكذا، وهذه كلمات مخصوصة التي رسمت هكذا ولها مواضع كما ذكرنا الأبيات الآن. طيب السؤال، كما قلنا تكتب على الأصل والوصل هكذا، على الأصل والوصل أنك إذا وصلتها ستنطق تاء، أما إذا وقفت عليها فتكتب هاء على الوقف. من كتبها هكذا كتبها حالة الوقف، ومن كتبها هكذا كتبها حالة الوصل، وكل جائز في لغات العرب، بل إن العرب الآن ممن يسكنون الخليج مثل الإمارات و البلاد التي حولها من بلاد الخليج العربي أو بلاد الخليجية تسمي الآن تقول هذا، فقد ذهبنا إلى الصلاة وحان وقت الزكاة، وهم يقفون عليها، يقفون بماذا؟ بالتاء وليس بالهاء، خلاص، لأن هذه لغة مشهورة عند العرب شوية. فعلى أي حال كل جائز، من كتبها مفتوحة هكذا فعلى الأصل والوصل، ومن كتبها هكذا
فعلى الوقف وكل جائز لأنها كلها لغات العرب. خلاص شباب، الآن ننتقل إلى الآية 13. فبما نقضهم، ما هنا تعرضنا لها في سورة آل عمران؟ متى تعرف أنها مزيدة للتوكيد؟ متى تعرف أنها بمعنى الذي؟ خلاص شباب، ومتى تعرف أنها استفهامية؟ إن حذف منها الألف فهي استفهامية، إذن هذه ليست استفهامية لأن الألف موجودة. خلاص؟ طيب، هل هي اسم موصول؟ فبالذي نقضهم، الكلمة لم تمشي، لا تسير معنا. طب احذف ما واقرأ فبنقضهم. إذن ما هنا ماذا؟ مزيدة. لماذا؟ للتوكيد. لا نكتفي بقولنا مزيدة لأن القرآن لا يوجد فيه زائد من دون معنى، نقول مزيدة للتوكيد. في الآية 13 قاسية، لماذا رسمت هكذا؟ لتوافق القراءة الأخرى، لأن بها قراءتين، قسية وقاسية، فهي مرسومة لتوافق القراءة. هنا ويعفو في الآية 15، ويعفو الألف لماذا يوضع بعد الواو مع أن الواو هنا أصلية؟ هذا الواو يا شباب في اللغة العربية لا نكتبه إلا بعد واو الجمع. هذا الألف لا يوضع في اللغة العربية إلا بعد واو ماذا؟ الجمع. فلماذا وضع بعد الفعل يعفو مع أن الفعل يعفو واو أصليا؟ الإمام الداني رحمه الله وجه هذا بأن الواو لما تطرفت جاءت في آخر الكلمة أشبهت واو الجماعة فألحقوا بها الألف. لكن هذا الكلام هل هو دقيق؟ أنا لا أوافق عليه، لكنه فقط هو الموجود في كتب القدامى. خلاص شباب، لا أوافق عليه، يعني يبدو أنها رسمت هكذا ولا يوجد علة لها. فالعلة بأنها لما تطرفت أشبهت واو الجماعة، غيرها كثير ومع ذلك لم يفعل. طيب، كلمة أبناء في الآية 18، لاحظ الكلمة أبناء، صحيح؟ طيب، لماذا رسمت الألف هكذا؟ لماذا رسمت كلمة أبناء هكذا؟ لماذا لم توضع الألف؟ هذه رسمت اختصارا، أرادوا أن يختصروا الكلمة فحذفوا منها الألف فرسمت من غير ألف، ثم جاءوا بالألف الخنجرية لتعلمك النطق بالكلمة. طيب، لماذا وضعوا الألف هذه بعد الهمزة؟ وهذه الألف أصلا لا تدخل إلا بعد الواوي. أيضا هذا موجود في كتب القدامى عند الداني وغيره، بأن الهمزة لما تطرفت ورسمت على واو أشبهت واو الجماعة فألحقوا بها الألف التي تأتي خلف واو الجماعة. هذا هكذا يقول القدامى رحمه الله، وقد لا نوافق على هذا القول، لكن على أي حال هو الموجود في كتب القدامى. طيب، وهناك قول أقوى منه، وأن الألف رسمت تقوية للهمزة. انظر، رسمت الألف تقوية للهمزة لخفائها، فلأن الهمزة قد تختفي في آخر الكلام فرسمت الألف لتقويها، لتقوي الهمزة، وهذا كلام جيد قاله بعض القدامى وأوافق عليه. يبقى إذن الألف رسمت بعد الهمزة لماذا؟ تقوية للهمزة، لأن الحرف الهمزة حرف خفي. ولذلك يا شباب تنوعت العرب في التعامل معه، العرب تنوعت مع الهمزة بشكل كبير، تارة يحذفون الهمزة، تارة يبدلونها واوا، تارة يبدلونها ياء، تارة يبدلونها ألفا، تارة ينقلون حركتها إلى ما قبلها ويحذفونها، تارة يسكتون على ما قبلها، كل ذلك لأن الهمزة خفية. هذه تعرضنا لها كثيرا يا شباب، هذه فائدة لا دخل لها بعلم التجويد. ما جاءنا من بشير، أصل الكلام
جاءنا بشير، فبشير تعرب فاعل. تقول هي مجرورة، هذا حرف جر زائد للتوكيد. خلاص يا شباب، إذا جاء حرف الجر مع من نافية أو حرف استفهام، إذا جاء حرف الجر مع استفهام أو نفي فإنه حينئذ يكون مزيدا للتوكيد. هذه فائدة لا دخل لها بعلم التجويد، هي أدخل إلى علم التفسير. خلاص. طيب يا شباب، هنا في الآية 20 قال تعالى يا قوم اذكروا، يا قوم اذكروا. هنا يا شباب لاحظ يا قوم، قيل أصلها يا قومي بالياء، لكن حذفت الياء تخلصا من التقاء الساكنين، لأن الياء بعدها ذال. أين الساكنان هنا؟ الياء التي كانت بعد الميم وراءها ماذا؟ ذال. لا تقل وراءها همزة وصل، لأن همزة الوصل لا تأتي في الوصل، همزة الوصل تسقط في الوصل. خلاص يا شباب. طيب تقول ماذا؟ اجتمعت ياء مع ذال وهكذا، لا تلتفت إلى همزة الوصل، فهمزة الوصل هذه لا تأتي إلا حالة البدء. خلاص يا شباب. وقيل إن أصلها قوم هكذا، يعني لم تحذف الياء في اللغة تخلصا من التقاء الساكنين، بل هي فيها لغات عدة، ومن إحدى هذه اللغات الفصيحة حذف الياء مطلقا اكتفاء بكسرة الميم. فهمتوا يا شباب؟ يبقى حذفت الياء وهو لغة فصيحة اكتفاء بكسرة الميم وليس تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا؟ قالوا لو كان تخلصا من التقاء الساكنين لرسمت هكذا ثم حذفت في النطق، لكن تثبت في الكتابة، وإذا أردت أن تقف عليها ستقول قومي. فهمتم يا شباب؟ يبقى هناك قولان، إما أن تكون هذه في اللغة الفصيحة بحذف الياء ليس تخلصا من التقاء الساكنين وإنما اكتفاء بكسرة الميم التي تدل على أن هناك ياء محذوفة. القول الثاني أنها كان هناك ياء مثل قومي وحذفت تخلصا من التقاء الساكنين. طيب من حذفها لالتقاء الساكنين؟ قد يقال له لماذا لم تكتب الياء ونقف عليها بياء نقول قومي وإذا وصلناها نحذفها؟ يقول أنا أجريت الوقف مجرى الوصل، أنا في الوصل أحذف الياء، إذن في الوقف أحذفها. لكن نحن على أي حال نوجه المقروء، هم لا يفعلون هذا من عند أنفسهم، إنما يفعلون هذا رواية بالرواية شباب. طيب هنا ولذلك يا قوم لم تأتي بالياء في أي موضع في القرآن الكريم يا شباب، كل مواضع القرآن كلمة قوم هكذا. هذا سؤال لا دخل له بعلم النحو، بعلم القراءات ولا التجويد ولا الرسم، إنما له دخل بالتفسير. كيف يقول لا أملك إلا نفسي وأخي، وبعد ذلك قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أليس هناك رجلان؟ فلماذا يقول لا أملك إلا نفسي وأخي؟ رد الرازي على هذا ردا جميلا، لكن هذا لا يعنينا الآن، عود إليه وأمام من يريد الجواب أن يقرأ كما يشاء، يوقف الفيديو وهو يشاهد ويقرأ كما يشاء النص المكتوب، أو أن يعود إلى كتاب إثراء الطالبين في المكتبة إن شاء الله. طيب ننتقل إلى آية 28 يا شباب. الآية 28 تقول لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، بسطت، هذا يا شباب نطق مهم جدا، لئن بسطت إلي، بسطت، اصعد بطاء ورقق الباء والسين، بسا بسط تا وانزل بتاء، ها بسط تا، سمعتوا يا شباب؟
لئن بسطت إلي يدك. ما الذي يجري هنا يا شباب؟ هذا إدغام ناقص، لذلك لاحظ لم يشددوا التاء. الطاء ليس عليها تشكيل، صحيح؟ لماذا؟ معناها أنها مدغمة في التاء، فلماذا لم يضعوا على التاء شدة شدة؟ لأن هذا إدغام ناقص وليس كاملا، لأن الطاء أقوى الحروف، فلا تذهب بالكمال هنا، إنما هذا إدغام ناقص، أبقينا صفة الإطباق والاستعلاء التي في الطاء، فلا يدغم القوي في الضعيف إدغاما كاملا، لكن يجوز العكس، الضعيف يدخل في القوي، أما القوي لا يدخل أبدا في الضعيف دخولا تاما. خلاص يا شباب، كيفية النطق قلناها منذ قليل، تفعل ماذا؟ اطلع، هذه لغة بمعنى اصعد، اصعد بطاء ها وانزل بتاء، يعني أول ما تنطق تنطق ماذا؟ طاء، ثم بصوت تاء، ورقق الباء والسين لأن هذا خطأ منتشر. لئن بسطت إلي يدك، طيب ما أنا بباسط؟ هذه تعرضنا لها، إذا كان هناك نفي، وهذا دخل له دخل بالتفسير، لا دخل له بالتجريد ولا بالرسم، إذا كان هناك ما نفية ها وحرف جر، فإن هذا الحرف مزيد للتوكيد، فأصل الكلام ما أنا باسطا، لأن ما عمل عمل ليس الحجازية، وباسطا هذه خبر ما منصوب، منصوب كيف يا رجل؟ أمامها باء تجرها لفظا لا محلا، تؤثر فيها في اللفظ لا في المحل. طيب على أي حال لا دخل لنا بها، هذا له دخل بعلم ماذا؟ التفسير، علم النحو. هنا جزاء، تحدثنا منذ قليل في الآية 18 وهي ماذا؟ أبناء. هنا وأنت تنطق تقول أو تقطع أيديهم وأرجلهم، كيف تقول وأرجلهم؟ لماذا أيديهم وأرجلهم؟ ها؟ لا تنسى أن الياء لا تظهر عليها حركة الرفع ولا الجر، إنما تظهر عليها حركة النصب فقط لخفتها، الفتحة خفيفة تظهر. طيب هذا لا دخل له أيضا بعلم النطق ولا بعلم الرسم، فقط لكي لا يلتبس عليك الأمر وأنت تسمع. وأرجلهم أو تقطع أرجلهم، نائب فاعل، ها؟ تقطع أيديهم نائب فاعل، والواو حرف عطف، وأرجلهم معطوف على نائب الفاعل مرفوع. طيب يا شباب، ليفتدوا، هذه الوحيدة في القرآن التي صارت هكذا، ليفتدوا، الباقي لافتدوا. نعم، هنا آية 40 أيضا، يعذب من يشاء ويغفر، الوحيدة العذاب قبل المغفرة في القرآن يا شباب، الوحيدة التي في القرآن العذاب قبل المغفرة. طيب آية 54 يا شباب، من يرتد، وفي سورة البقرة يرتدد، ما الفرق بين يرتد ويرتدد؟ يرتد أصلها يرتدد، خلاص يا شباب، أصلها يرتدد، دال مكسورة ثم دال ساكنة، لكن نحن فعلنا ماذا؟ الأصل عدم الإدغام، لكن أدغموا لماذا؟ للتخفيف، يقولون هكذا يرتد، فعندما أدغموا الدال في الدال أصبحت مشددة، فبقيت هناك مشكلة أن الدال ساكنة، لاحظوا الدال الأولى ماذا؟ مكسورة، فنحن إذا أردنا أن ندغمها نفعل ماذا؟ نسكن ثم ندغم في الثانية، ساكن وساكن، ماذا سنفعل؟ اختاروا الفتحة، لماذا الفتح؟ لماذا لم يكسروا؟ لأن الفتحة أخف الحركات، فصارت الكلمة من يرتد منكم عن دينه، أصلها يرتدد، دال مكسورة ثم دال ساكنة، والدال المكسورة هذه سكنت
فصار عندنا ساكنان ففتحت تخلصا من التقاء الساكنين. لماذا اخترنا الفتحة؟ لأن الفتحة أخف الحركات. طيب راكعون هذه لا دخل لنا بها. والكفار أولياء معطوب منصوب لأنه معطوف على الذين، أيضا هذا في الإعراب. وعبد الطاغوت، إياك أن تقلقل الباء هنا، قل وعبد الطاغوت، لا تقل وعبد وعبد وعبد، أنت تقلقل هكذا، لا، وعبد الطاغوت. افتح فتحة كاملة، مراعاة فتحة الباء، فتحة كاملة يا شباب. طيب لبئس ما تحدثنا عنها من قبل، إن جاءت ولبئس فلبئس، ها، ولبئس ما، انظر في آية سورة البقرة تحدثنا متى توصل ومتى تفصل، في الآية 90 ارجع إلى، في الآية 27 وإن لم، لماذا قطعت إن عن لم؟ لماذا قطعت على الأصل؟ الأصل أن تقطع إن عن لم، وفي بعض المواضع ترسم تخفيفا، تحذف النون وترسم همزة لام مشددة، فهمتم يا شباب؟ فمن رسمها إن ولم على الأصل، ومن رسمها إن لم مباشرة دون النون تخفيفا، وإجراء للوصل، للوصل إجراء للوقف مجرى الوصل. طيب من وقف، من كتبها هكذا في، إذا كتبت في المصحف هكذا يجوز الوقف على النون اختبارا، اختبارا أو اضطرارا، عفوا اجعلها اضطرارا أفضل، لأنه حتى في حالة الاختبار لا ينبغي أن نقف على كلمة لا يجوز الوقف عليها. تعرفون لماذا لا نقف على هذه الكلمة وقفا بمحض الإرادة؟ لأنها حرف، والأصل أن الحرف لا يعطي معنى إلا مع غيره، فلذلك يمتنع عليك وأنت تقرأ بنا في الصلاة أن تقف على حرف حتى ولو كان حرف استثناء، لا تقل إلا وأنت هكذا تتخيل أو تتصور أنك أوصلت الرسالة، لا، لا ينبغي لك أن تقف على حرف إلا مضطرا، تقف قبله، تقف مضطرا وتبدأ قبله، فهمت يا شباب؟ لا تقف إلا مضطرا على الحرف. لماذا؟ لأن الحرف لا يعطي معنى إلا مع غيره. هنا والصابئون، هذه السورة سببت هذه الآية لبسا لبعض الناس، يقولون لماذا جاءت الصابئون؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، ها، والصابئون والنصارى، وفي الآية الأخرى والنصارى والصابئين، لماذا جاءت الصابئين هناك منصوبة؟ لأنها اسم إن، معطوف على اسم إن. لماذا جاءت هنا مرفوعة؟ أولا هذا دخل في علم الإعراب، لكن لماذا ذكرناه هنا؟ لأن كثيرا من الناس وهم يتلون القرآن علينا كانوا يسألوننا في هذه الكلمات. هذه يا شباب في الغالب كانت أسئلة تطرح علي وأنا أدرس علم التجويد والقراءات أثناء ما كنا في مصر، حفظها الله وسائر بلاد المسلمين، قولوا آمين. إذا تحدثنا عن الزواج آمين. طيب الصابئون لماذا جاءت مرفوعة؟ إما لأنها مبتدأ، يعني تمت الجملة والصابئون كذلك، ولا هم يحزنون، والخبر محذوف، أي والصابئون لا يحزنون، لا هم يحزنون، نعم كذلك، أو معطوفة على موضع إن. أول الكلام إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا هذه الجملة في محل رفع مبتدأ، جملة ابتدائية، فإذا رفعت الصابئون عطفا على هذه، أو معطوفة على موضع الذين الثانية، لأن الذين عندنا في الآية اثنان، إن الذين آمنوا، خلاص هذه جملة، والذين قد تكون الواو استئنافية، فهمتوا شباب؟ فهي في محل رفع، فالصابئون تعطف عليه. ثم نقول لمن يزعم بأنه خطأ نحوي، أترى قواعد علم النحو كتبت بعد القرآن أم قبل القرآن؟ بعد القرآن، فكيف يكتب المسلمون قواعد لإبطال دينهم؟ أليسوا بعقلاء؟ إذن كتبوها وهم يعرفون،
ولذلك يا شباب إذا عدتم إلى كتب التفسير كالقرطبي مثلا ستجدوه في هذه المواضع وغيره يستدل بأبيات شعرية من شعر العرب، لأن الشعر ديوان العرب، يستدل بالشعر على أن الشعراء كانوا بعد مثل هذا يرفعون الكلمة، إذن موجود في لغة العرب فليس بعيدا عن لغة العرب، فعودوا إليها. ثم إن العرب فصحاء، أخفي عليهم خطأ القرآن ثم اكتشفه الأعاجم ممن بعدهم؟ الأعاجم هنا هؤلاء الذين يأخذون الشبهات على القرآن. أعاجم، لماذا أقول أعاجم؟ لأنهم أصلا ليسوا عربا، العرب الفصحاء كانت قريش، ومع ذلك سامحونا يا شباب لا أقصد الأعاجم، أنتم لستم أعاجم، إنما أقصد هؤلاء أهل العجمة وعدم اللسان العربي، ما شاء الله، بل أنتم تعربون أفضل من العرب أنفسهم، صدقا هذا صدق. أنتم ما شاء الله في النحو متميزون يا شباب، تستطيعون الإعراب جيدا، يعني ما شاء الله. أنا قلت أخفف الكلمات، قلت أعاجم فأنتم ها، فقلت أمدح لأخفف الأمر، ليس الأمر كذلك، إنما هؤلاء أعاجم بالنسبة إلى العرب الفصحاء يا شباب، بل أنا أعجمي بالنسبة للعرب، العرب الأوائل نحن أعاجم بالنسبة لهم، نحن المصريين، بل إن السعوديين أنفسهم بالنسبة للعرب الأوائل أعاجم. فهمت يا شباب؟ اللغة ليست كاللغة، والقوة في الأسلوب والعبارة والمتانة ليست كالقوة. إذن العربي القديم كان عليه آيات القرآن تسمع، كان يسمع آيات القرآن، ومع ذلك ما قال أمسك هذا خطأ، لم يفعل هذا وهو العربي وهذه لغته. لو وجد خطأ ماذا كان سيفعل وهو عدو للقرآن؟ سيشهر بهذا الخطأ، سينشره، سيكتبه في الصحف اليومية، سيكتبه في معلقة ويعلقه على باب الكعبة، هناك خطأ في القرآن الذي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، هذا الخطأ في آية كذا. فهمت يا شباب؟ لكن العرب لم يفعلوا هذا، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس ثمة خطأ أصلا، إنما الخطأ في عقل صاحبه. طيب، نحن لا نحتاج لشواهد ولكن نقول هذا للمعاند. فهمتم؟ طيب، في الآية 71 فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم، أثارت كلمة كثير يا شباب إشكالات. كيف يقول فعموا والواو فاعل ثم يقول كثير؟ كيف يأتي بفاعلين في الكلمة؟ نقول أولا اللغة العربية لا يوجد فيها فاعلان، إذا جاء بكلمة فإما أن تكون الثانية بدل منها، وإما أن تكون علامة الجمع في الأولى ليست على الفاعلية. مثال، تعرفون يا شباب هناك لغة تسمى لغة يتعاقبون فيكم، نحن تحدثنا عنها من قبل أثناء التفسير، ما معنى يتعاقبون فيكم؟ أنا وأثناء كنت أفسر لأصحاب المستوى الخامس لما مررنا بهذه الآية تحدثت فيها، يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون هذه فعل وفاعل صحيح؟ ما الملائكة؟ فاعل؟ هل هناك فاعلان؟ إما أن تعرب بدلا من الواو، يتعاقبون فعل وفاعل وملائكة بدل من الواو، فهمتوا شباب؟ وإما أن تكون الواو دلالة على الجمع وليست على الفاعلية، والملائكة تعرف فاعل، وهذه كلمات قوية من ابن مالك رحمه الله إذ سماها لغة يتعاقبون فيكم، وبعض النحويين كان يسميها لغة أكلون البراغيث، وأنتم لا تعرفون البراغيث، تعرفون البرغوت؟ طب الحمد لله،
لا أستطيع الآن أن أنتقل بكم إلى اليوتيوب لأريكم البلغوث، سنفعل في الفصل إن شاء الله. لا بأس، لا تقولوا لما. تعرفون البلغوث؟ إياكم أن تقولوا لما، اسكتوا، لأنك لو قلت نعم ليس بصحيح. تعرفون البراغيث؟ لا تتكلم. نعم، كيف عرفته من كلامي؟ صحيح. إذن تعرب فاعل يا شباب أو تعرب بدلا. أيضا هذا لا دخل له بعلم التجويد. تقول يا رجل سامحك الله، لماذا تذكرها إذن؟ هذا من باب الفائدة. كان العلماء والمشايخ وهم يدرسون لنا النحو يذكرون طرفة من الشعر، طرفة من الأدب. خلاص يا شباب، فاعتبروا هذه الكلمات التي أذكرها في باب النحو الإعراب من باب الطرف الفوائد. خلاص. طيب يا شباب، هل القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب؟ استخدمه مرتين فقط، هنا والآية الأخرى، وأسروا النجوى الذين ظلموا. فأسروا هذا واو جماعة، والذين هذا بدل منهم، أو أن هذه واو للجماعة فقط وليست فاعل، وأن هذا هو الفاعل كما بينا فقط. بل يا شباب العجيب أن العلماء اكتشفوا أن هذه الظاهرة موجودة في التوراة، بل موجودة في اللغات السامية منتشرة. ففي اللغة العبرية يستخدمون ذلك، يعظمونه بنوه. انظر، هذه في التوراة يا شباب، سفر أيوب، يعظمونه بنوه. طبعا هذه في اللغة العبرية، لكن هي منقولة هنا بالعربية. لكن عندما ترجموا التوراة التي بين أيدينا ترجموها هكذا، يكرم بنوه ولا يعلم. يعني أنا عدت إليها في التوراة فوجدت هذا النص مكتوب هكذا، لكن النص العبري ترجمته هكذا، يعظمونه بنوه. نحن درسنا اللغة العبرية في الكلية يا شباب، أثناء الدراسة من يدخل كلية اللغة العربية أو قسم اللغة العربية يدرس إحدى اللغات السامية، اللغة الفارسية أو اللغة العبرية. طيب، على أي حال يا شباب، هذا ليس بدعا من القرآن، بل هو موجود في التوراة. إذن هذا الأسلوب ليس أسلوبا بعيدا عن اللغات السامية، والتي منها اللغة العربية. طيب، الآية 97، قيما وقياما، هناك قراءتان فلذلك رسمت هكذا. يا أولي، لماذا رسمت الواو مع أنها لا تنطق؟ العرب لم يكن عندهم تشكيل يا شباب قديما، ولم يكن هذه الألف الخنجرية موجودة، خلاص، ولم يكن رأس الهمزة هكذا موجود، فكانت الكلمة تشبه إلى، لأن إلى أيضا لم يجد تحتها هذا نصف العين الذي اخترعها الخليل بن أحمد كما شرحنا من قبل. الخليل بن أحمد هو الذي اخترع نصف العين، هذه نصف العين جعلها رمزا لشكل الهمزة. العرب كان عندهم همزة لكن لم يكن عندهم شكل. خلاص. طيب، فلكي لا تشتبه يا أولي بإلى، رسموا الواو التي لا تنطق للتفرقة بين أولى، أولي، وإلى. فهمتوا شباب؟ وهذا ذكاء من الصحابة رضي الله تعالى عنه، كانوا حريصين علينا يا شباب، أرادوا ألا نلحن في القرآن وألا نخطئ في تلاوته، فرسموا ما يستطيعون رسمه بطريقة مغايرة لتصل إلينا هذه الرسالة. عن أشياء، أشياء هنا على وزن الأفعاء فهي ممنوعة من الصرف، لذلك لا تقل لماذا حرف جر عن وجاءت أشياء، هذه ممنوعة من الصرف. طيب، إن ارتبتم يا شباب، إن ارتبتم، وسامحوني أقول إن ارتبتم يا شباب، وأنتم ما شاء الله لا تشكون، تفهمون شيء أسكندر؟ ها؟ أقول إن ارتبتم يا شباب، والمعنى إن شككتم يا شباب وأنتم لا تشكون، لكن أتحدث عن الكلمة القرآنية إن ارتبتم يا شباب. كان ينبغي أن أقف إن ارتبتم يا شباب، نحن سنتكلم في قولي إن ارتبتم. هنا الراء مفخمة أم مرققة؟ لاحظ قبلها ماذا؟ كسر. تقول ماذا؟ ارتبتم؟ لا، تفخم. إن ارتبتم هذا حالة الوصل وحالة البدء،
إن أردت أن تبدأ بها تقول ماذا؟ ارتبتم، تفخم أيضا. إذن الراء مفخمة في الحالتين؟ نعم. لماذا؟ أولا لأن ما قبلها وإن كان مكسورا إلا أنها مفصولة. الكسرة ماذا؟ مفصولة. ما معنى مفصولة؟ جاءت في كلمة وارتبتم في كلمة أخرى، الراء في كلمة أخرى. أيضا الكسرة ليست أصلية، هناك علتان، الكسرة ليست أصلية وكذلك ماذا يا شباب؟ مفصولة. ولي بحث يسمى توجيه الفضلاء لأحكام الراء، بينت مثل هذه الأشياء بالتوجيه وهكذا، وهو موجود على ملتقى أهل التفسير يا شباب، توجيه الفضلاء لأحكام الراء، خلاص؟ لكن هذا بتوسع، يعني بحث طويل كبير يعني. طيب حالة البدء تقول ماذا؟ ارتبتم، تفخم الراء مع إن الهمزة الوصل مكسورة، لأن همزة الوصل أصلا ليست موجودة، فحركتها كذلك ليست أصلية، فتفخم من أجل هذا. عثرا، فخم الراء. الأوليان والأولين، هناك قراءتان فلذلك رسمت هكذا، رسمت من غير ألف لتوافق قراءة الأولين. طيب يا شباب، عيا عيسى ابن مريم، هذا إعراب وسهل لا بأس به. إذن بإذن الله تعالى نقف عند نهاية سورة المائدة. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم.